عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الوصفه تاع واحد الكيكه. هي غادي تاخذ لكم واحد شويه الوقت، ولكن الريزولتا تاعها مضمون. هذه الكيكه سميتها لا فوريستا نيرا، بالعربيه الغباء السوداء. ندوزو نشوفو المقادير. ندوزو المقادير. في المقادير خاصنا ثلاثه البيضات، 100 غرام تاع السكر، 100 غرام تاع الدقيق، هنا عندنا الشوكولاته الاسود 140 غرام، خمارة تاع الحلوه، هنا عندنا المايتزينا 40 غرام، و 75 غرام تاع الزبده. ندوزو للتحضير. دابا ندوزو نشدو جوج بيضات تاعنا ونفرقو الصفر تاع البيض من البيض. نضيفو عليه نص كميه تاع السكر تاعنا ونطربو الصفر تاع البيض حتى يولي على شكل رغوه واللون تاعو يتخفق. في نفس الوقت ندوز ندوب الشوكولاته الكحل مع الزبده تاعتي. نطلع البيض تاع البيض تاعنا بما وصف رشتوه بدا يتخفق اللون تاعو. نطلعوا البيض تاع البيض ونخليه يستريح في الثلاجه، احتفظوا به في الثلاجه باش ما يهبطش لنا. نضيف فيه الكميه تاع السكر الباقيه دابا للصفر تاع البيض. غادي نزيدو عليه الشوكولاته الذايب مع الزبده اللي غادي يكون برد ونضيفو عليه ونبقاو تنحركو. دابا نجيب الغربال، ندير المايزينا تاعي، الخماره والدقيق، نغربلهم فوق الخليط. نعاود نحرك الخليط تاعي حتى يتسامج مزيان مع داك الدقيق. دابا نجيب البيض تاع البيض وندير نص تاع الكميه تاعتو في الخليط تاع الشوكولاته تاعنا. هانتوما كيما شفتوا انا درت ثلاثه المعالق، ونعاود نحرك كل شيء على درجه عاوتاني مهيله. انا السرعه خليت واحد باش البيض تاع البيض تاعنا ما يهبطش ما ينزلش. هاهما شتو الخليط كيولا. دابا غادي نطفيو الماكينه تاعتنا، تاع القوام تاع الخليط خاصو يكون بحال هذا الشكل، يكون كريمه وتتنزل بشويه، ماشي سائله بزاف وماشي خاطره بزاف. دابا تنجيو بواحد المعلقه تاع العود اولا سباتول غادي نزيدو الماء باقي تاعنا تاع البيض، ندخلوه بيدينا بشويه بشويه. انا هنايا مسرع عليكم الفيديو، اما نتوما تعملوا معايا بشويه بهذا الشكل، حركات دائريه ديما في نفس الاتجاه. الخليط تاعنا وجد، هنجيب هنا الفورمه تاع الكيكه تاعتي وهندير في القاع تاع البابيي تاع الفران
ونجيب واحد معلقه تاع الزبده وندهنها فوق كل شيء حتى فوق لو بابي باش هكا نكونوا اكيدين ملي فاش غادي نحيدوها من هذا المول ما غاديش تهرس. ونخويو الخليط تاعنا في المول، حاولوا تزعوه ما امكن مزيان باش الكيكه تجينا كلها طالعه قد قد، ما تجيش في الوسط منفوخه بزاف وفي الجناب شويه مطرقه. نوريكم كيفاش انا دورته. ونديروه في الفران لمده 30 دقيقه على 160 درجه. فاش نخرجوها نجربوا بواحد العويد نثقبوها، الا ما بقاتناش العجين تاعنا لصق موجوده. دستنا المزاح تاعي، غادي نبدا نقي نحيد منه داك القلب تاعو ونديروه في واحد الكاسرونه. هنا عندي موجوده واحد المعلقه ونص تاع السكر، نضيف ديك المعلقه ونص تاع السكر ونرد هذا الخليط فوق العافيه ونبقى متابعه معاه باش ما يتحرقش ليا. شتو على هاد الشكل، دوزو دابا المقادير لا كريم. خاصنا نص سيترون تاع الكريم فريش تكون بارده، 40 غرام تاع سكر كلاصي وغربال، وهذا هو الكونفيتير اللي قد زينا او دابا حطيته هنا باش يبرد وندوزو نطربو الكريم فريش مع السكر. نطلع شويه لا كريم فريش هي الاولى كاع ندردر في وسطها بواحد الشبيكه السكر كلاصي تاعنا. نطلعها حتى تولي بحال الثلج. هنا ندوز نوجد كريم تانية غادي نستعمل فيها دانيت تاع مذاق الفاني. إلا عزيز عليكم كتر الشوكولات تقدروا تستعملوا حتى الشوكولات. وغنضيف عليها 100 مليلتر تاع القشطة الطارية وغنطلعها حتى هي نخفقوها مزيان حتى تطلع. في نفس الوقت حنا الكيكه تاعتنا غادي نكونوا خليناها تبرد ونقردوها على ثلاثه طبقات. هيا الطبقه الاولى تاعتي ندير فيها شويه تاع الكوفيتير باش يعطينا مذاق. هذه لا كريم اللي درنا بالفاني بدانيت بلافاني، وانا زدت فيها حتى واحد المعلقه تاع لا كريم فريش اللي ديجا طلعنا قبيله وشويه تاع المزاح مقرد طريفات. انتما شفتوا، نجيب دابا الطبقه الثانيه
هذه ترست لي شويه ولكن هي نتوما كما شفتوا ماشي مشكله اللي ترست لكم. المهم حاولوا تقدوها. نكمل لك خيم تاع لافاني تاعتي. نجيب الطبقه الاخيره تنقلبها سفاعله عليها باش تجينا مطرقه. هنا شديت لا كريم شونتي لا كريم، هنا شديت لا كريم فريش تاعتنا وبديت تنغطي الكيكه تاعتنا كلها. خذوا وقتكم في هذه المرحله. المهم هي لا كريم، لا كريم فاش ما نكونوش تنستعملوها نديروها في الثلاجه باش ما تهبطش لينا على هذا الشكل. حاولوا ديما استعملوا واحد الموس يكون ملس من واحد الجهه بحال هذا انا عندي، و تنبقى مدوره هكا غاديه. ما تخافوش ما خاصهاش تكون زعما بزاف بريسيز، ولكن هي ماشي مشكل. نقيوها غنحتفظوا في لا كريم فريش تاعنا ونديروها في واحد لو ساكابوش غادي نستعملوها من بعد. دابا نشدينا الشوكولات مقرد طريفات وهالسقوف جناب تاع الحلوه تاعتي. مورا اللصقه نخشيها واحد نص ساعه في الثلاجه ونعاود نجبدها. ملي جبدتها نعاود نستعمل شويه الشوكولات من الوسط حاولت نشكل دواره. ملس دوك البلايصات اللي بقاو ليا ما مفينينش مزيان. ودابا نجيب هذيك لا كريم اللي قلت لكم خليوه في لا ساكابوش ونديرو بها بحال الوريضات وتزين تيبقى اختيار، يعني كما بغيتو تقدروا تزينوها. انا عطيتكم هي فكره تاع كي درتها انا. و حتى لما تعجبكمش مزاح تقدروا تستعملوا فريز، تقدروا تستعملوا اي نوع اخر تاع الفروتا. بحال هكا انا بقيت غاديه بالطوارة تاعي. ودابا نجيبو المزاح تاعنا اللي ميا اكيد ديجا مغسول ونحطوه فوق الكيكه تاعتنا نزينو به. بهذا الشكل ونتمنى يكون عجبكم. نتمنى بلي الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنساو تجربوا هاد الكيكه وصيفطوا لي التصاور تاعها في الانستغرام ونخلي لكم الرابط تاعي تحت. المهم نتلاقاو في فيديو جاي وما تنساوش تشتركوا في القناه ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو. بسلامه.